السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي، أستاذ آلة العود والنظريات. أرحب بكم أجمل ترحيب. وقبل البدء بأغنية ست الحبايب اللي هي من ألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد، يجب أنه نركز على موضوع مهم وهو الاشتراك في الدورات. اللي حاب أنه يشترك في الدورات الموسيقية لتعلم الغناء وتطوير الصوت والغناء، وأيضا بخصوص تعلم آلة العود بالطريقة الأكاديمية، عليه الاتصال بهذا رقم الهاتف موجود على الشاشة وأيضا موجود في صندوق الوصف. خلينا نشوف أغنية ست الحبايب. هذه تشوفوها أمامكم، فراح تصير بدايتها راح تبدي من الري. طبعا هي بيات على الري، ري دو سي دو ري، ري دو سي دو ري، ثم ترجع البار الثاني ري دو سي دو ري دو ري دو ري، ري دو سي دو ري. نعيدها ري دو سي دو ري، ري دو سي دو ري، ري دو سي دو سي دو ري دو ري، ري دو سي دو ري. منها بعد القوس راح يبدا، يصير عندنا يبدا الغناء دو ري مي فا مي ري فا لا صول ري صول صول لا سي لا صول سي ري دو دو ري مي فا مي صول فا مي ري فا لا صول صول فا صول ري صول صول فا سي لا صول سي ري دو دو ري دو سي دو. هنا راح يكون عندك عملية التمرين الحقيقية، راح تصير عندنا دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو سي سي لا صول صول فا لا صول فا، اوكي. ثم يبدي صول لا سي لا دو سي سي لا صول صول فا مي مي ري ري دو مي ري ري دو دو سي دو ري مي، ويبدا ست الحبايب. لكن احنا انه قضية التمرين يكون عندنا فقط المقدمات الموسيقية، والآن نعيدها مرة أخرى. شكرا اخواني لكم وتحياتي لكم، واتمنى تكونون استمتعتوا بهذا الدرس، وان شاء الله الدروس القادمه افضل واحلى ان شاء الله. تحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك والاشتراك بالدورات الاونلاين وفق ما موجود عندكم في رقم الهاتف الموجود في الشاشه وايضا في صندوق الوصف. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.